السلام عليكم طلاب، اليوم ان شاء الله راح نبدي هسه بالمحاضرة الثانية. قبل لا نبدي بيها راح نسوي بس شوية ريفيو على المراجعة الاولى حتى نربط شي بشي. اول صفحة اخذنا بها هي بس الفانكشن مات الكدني، ما بها شي يعني فتشي جنرال نعرفها من اغلب المواد تقريبا. وراها اخذنا مكونات الكدني، قلنا راح يكون عندي بيها 2 مليون او 1 مليون بكل كدني، راح يكون عندي النفرون اللي هي الفانكشنال يونت مالتها. وراها حكينا عن مكوناتها وقلنا البومن كبسول هي عبارة عن مثل الانفاجينيتد بلايند اند، مثل الغشاء اللي نهايته شلون نقول مغلقة عمية بلايند، راح تغلف للجلوميرولاس. قلنا الجلوميرولاس كابيلاري وميزناها عن بقية الكابيلاري باربع نقاط، اللي هي البريشر مالتها عالي، تتكون من 3 لايرات او 3 طبقات، السيرفيس اريا مالتها كلش عالي. وبعد النقطه الرابعه انه اللي قلنا انها البيرميابيلتي مالتها كلش عاليه. حكينا عن هوايه اشياء موجوده هنا، الاشياء اللي تتفلتر، الاشياء اللي ما تتفلتر. وراها اخذنا عن التيوبيول اللي هو عبارة عن نظام أنبوبي يجيني ورا الجلوميرولاس. بدينا أول مرة بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، وقلنا بأنه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول راح يصير عندي بيه 3/4 الشغل مات الكدني، اللي هو أبزوربشن معظم المواد، يعني 65% من المي والصوديوم، كل الجلوكوز واللاكتيت والأمينو أسيد وغيرها من الشغلات، بالإضافة إلى سكريشن البعض المواد التوكسيك أو الهيدروجين أو الدراج وغيرها. حكينا شوية عن الميكانيزم، قلنا مجموعة ميكانيزم راح تصير عندي بي أكثر من واحدة يعني. وحكينا عن شوية بالفيديو السابق، الفيديو القصير اللي وضحنا به بعض الميكانيزم اللي ذكرناها اللي هي صوديوم هيدروجين إكسشينجر وغيرها. نبدي هسه بيمن. قبل لا أبدي باللوب أوف هنلي أكو نقاط نحطها بعين الاعتبار. أنا قلت بأنه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول هاي راح يصير عندي بيها 3/4 الشغل مات الكدني، اللي هو ري أبزوربشن مالت معظم المواد أو قسم بهم كل المواد. اللوب أوف هنلي أحط ببالي أنه هذا المكان اللي راح يصير عندي بيه كونسنتريشن بالنسبة لليورينيشن، يعني اليورين اللي موجود بالبشر راح يكون مركز اكثر من بقيه الانيمال. ليش؟ بسبب وجود هذا اللوب اوف هنلي، بي هوايه خواص راح تميزه وتخلي اليورين يعني راح يكون كونسنتريشن. الدستال كونفوليوتد تيوبيول دائما نخلي بالنا انه المكان اللي يشتغل عليه الالدوستيرون هو الدستال كونفوليوتد تيوبيول. الدستال كونفوليوتد تيوبيول خلينا نقول مثل الشغلات يعني نهائية أو عمليات ما قبل النهائية نسويها عليه، إذا مثلا الجسم محتاج أرجع أسوي ري أبزوربشن، إذا مثلا الجسم عنده فائض أسوي سكريشن وغيرها. بالنسبة للكولكتنج تيوبيول، كولكتنج داكت هيجي متخصصة تقريبا بالأسيد بيس بالانس، اللي هي التوازن الحامضي والقاعدي اللي موجود بالجسم ويشتغل عندي عليها الأنتي دايوريتك هرمون. وبالنهاية خلاص ورا هاي العمليات كلها يطلع عندي اليورين، هاي لازم نحطها بعين الاعتبار. نبدي هسه بيمن باللوب اوف هندي. The nephrons with their glomeruli located in the outer portion in the renal cortex. هاي قلناها بالبداية. Have short loops of هندي. دقيقة هسه هنا ايش ديقول؟ ديقول النفرون اللي تكون الجلوميرولاي مالتهم تتواجد بالكورتكس، يعني راح يكون بها short loop of هندي اللي يسموها cortical nephron. Whereas those with the glomeruli in the juxtamedullary region of the cortex أو يسموها juxtamedullary nephron اللي هي تقريبا 30%، راح يكون اللوب اوف هنلي مالتها long طويل يمتد إلى داخل المدولاري بيراميد. يعني شنو؟ أنا عندي نوعيتين من النفرون، عندي نوع راح يتواجد الجلوميرولاس مالتها بالكورتكس، ونوع راح يكون الجلوميرولاس مالتها بالجاكستا مدولاري، يعني على الخط الحاجز خلينا نقول ما بين الكورتكس وما بين المدلة. الجلوميرولاس مالتهم دائما ما نصنف النفرون على اساس اللوكيشن مالت الجلوميرولاس مالتها، فاللي يكون الجلوميرولاس مالتها موجود بالكورتكس راح يكون اللوب اوف هنلي مالتها شورت، في حين اللي موجود على الحدود على الجاكستا مدولاري راح يكون عندي اللوب اوف هنلي مالتها لونج ويمتد عندي للبيراميد الموجوده بالمدلة. الجاكستامدولاري نفرون are important for urine concentration. هاي قلناها هاي بشكل خاص، يعني جاكستامدولاري نفرون اللوب اوف اللي مالتها لونج فراح يساعد اكثر باليورين كونسنتريشن. They also reabsorb higher proportion للجلوميرولار فلتريت الموجوده بالكورتيكال نفرون and are said to be salt conserving. In a state where effective circulating blood volume is reduced
higher proportion of renal blood flow is direct to the juxtamedullary nephron, helping to conserve extra cellular fluid volume. هسه هنا ايش ديقول؟ ديقول بانه they also reabsorb high proportion من الجلوميرولار filtrate for okay سميناها salt conserving مثل اللي تحافظ لنا على السولت in a state where effective circulating blood من يقل عندي كمية البلد circulating blood راح يكون عندي قليل higher proportion of renal blood flow is direct to the juxtamedullary helping to conserve extra يعني شلون خلينا نتخيلها مثل انه من تكون عندي كمية البلد قليلة بالcirculating قليلة هذا الشيء مباشرة الjuxtamedullary nephron راح تحافظ لي على اكثر على اكسترا سيلولار فلويد هاي بعدين راح نعرف هاي الخاصيه زين اللوبز اوف هنلي ان كلود من شنو راح يتكون اللوب اوف هنلي ثين ديسندينج سيجمنت هاي القطعه النازله اللي راح تكون ثين يعني تقريبا تتكون من سنجل لاير بعدين ثين اسندينج سيجمنت وبها ثيك اسندينج سيجمنت يعني هذا شنو بها ثين ديسندينج نازل نحيف كله رقيق يعني بعدين اللي صاعد يبدي لي ثن بعدين يصير عندي ثيك هذا ثيك كلش مهم زين الثن descending segment باللوب اوف هنلي هذا الخفيف النازل هذا راح يكون تقريبا freely permeable بالنسبه للووتر كلش بسهوله يعني المي ينسحب منه فما دام او يطب للعفو الابيثيليال سيل اوف اتس ار فيري ثن with no brush border البرش بوردر تقريبا عندي بس بالبروكسيمال تيوبيول very few mitochondria قليلة ما راح تحتاج شغل هواية ما بيها برش بوردر ما بيها mitochondria يعني شغلها مو ذاك الشيء خلينا نقول they are also highly permeable بالنسبة للwater but nearly impermeable للصوديوم والآيون هسه نخلي ببالنا اني القطعة النازلة descending من اللوب اوف هنلي راح تكون permeable بالنسبة للووتر وما تنفذ ابدا الايونات اوكي في حين الجزء الصاعد ذاك لا بس راح ينفذ ايونات بس ما ينفذ مي زين هسه هاي بالنسبة للascending والdescending بقت عندي هاي القطعة الصغيرونة اللي هي thin ascending يعني هي صاعدة بس همات thin the epithelial cell of the ascending thin segment on the other hand are far less permeable للwater but more permeable لليوريا والكلوريد الصوديوم هذا الجزء تقريبا راح يكون متخصص باليوريا والNaCl هسا نشوف بعدين بالcirculating مات اليوريا الموجودة بالكدني اهم جزء عندي بالنسبة للpermeability لليوريا وحتى للNaCl هو thin ascending نخليه ببالنا هذا because thin ascending lymph is impermeable بالنسبة للwater no water reabsorption is taking place in this area of the nephron okay هسا منو هسا عدنا thick ascending segment من loop of Henle هذا الابيثيليال سيل ماته راح تكون تقريبا تشبه الموجودة بالبروكسيمال تيوبيول they have rudimentary brush border and much higher tight junction هذا تقريبا الثيك ascending راح يكون مثل البروكسيمال convoluted tubule يعني شنو راح تكون عندي بي ميكانيزم كلش هوايه راح يكون عندي بي شغل هوايه اوكي ما دام راح يكون عندي بي شغل هوايه راح يكون عندي بي برش بوردر بس هنا انا مو مرتبه بنفس الترتيب مالت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول والشغله الثانيه انه بيناتهم تايت جنكشن كلش مترابطات بقوه السيلز ادابتد فور ستور سترونج اكتيف ترانسبورت هنا خاصيه كلش كلش مهمه موجوده بالثيك اسندنج سيجمنت من اللوب اوف هنلي يسموها النقل الثلاثي اللي هي صوديوم بوتاسيوم كلور ثلاث ايونات بمره واحده اوكي هاي اكتيف ترانسبورت هي بس تقريبا هسه منا نهايه الملزمه هاي راح تكون ويانا وين ما نروح on other hand the thick segment is almost entirely impermeable قلنا impermeable لا للووتر ولا لليوريا just for ions therefore no water reabsorption is taking place in this area of the nephron يعني هنا خلينا نقول راح يكون ال راح يكون اليورين او الفلويد اللي موجود بالثيك اسندنج راح يكون كلش يعني ديليوشن
ليش؟ لأنه أني بالثيك أسيندينج ما أقدر أسوي ريأبزوربشن للووتر، مجرد دا أشفط آيون، فمنو يبقى عندي باللومن؟ مجرد يبقى عندي ووتر، أوكي؟ عكس الديسيندينج، الديسيندينج راح ينسحب عندي منه كل المي بحيث تبقى عندي بس الآيونات، فيكون كلش كونسنتريشن بالديسيندينج. بالأسيندينج لا، راح يكون عندي ديليوشن. زين، this segment is called diluting segment. مثل ما قلنا، basic mechanism for active transport of sodium through tubular epithelial cell is as follow. راح يكون ال يعني ال خلينا نقول الميكانيزم أو العمليات الترانسبورت اللي راح تصير عندي باللوبوفين اللي بشكل عام كالتالي. أول شيء عندنا الصوديوم بوتاسيوم بامب ترانسبورت، صوديوم بوتاسيوم بامب ترانسبورت راح تنقل عندي الصوديوم from interior of the cell across basolateral membrane. صوديوم بوتاسيوم ATPase pump هاي احنا متعودين عليها، يعني تقريبا هو ناخذ صوديوم نطرح بوتاسيوم. وين راح تكون موجودة؟ راح تكون موجودة across البيزولاترال membrane، across the basolateral membrane creating low intercellular sodium concentration and negative intercellular electrical potential. زين، هسه شنو يعني الصوديوم بوتاسيوم بامب ترانسبورت الصوديوم؟ يعني شنو؟ راح اخذ الصوديوم من الداخل وانقله وين؟ انقله الى البلاد. قلنا اي شيء basolateral membrane راح يعني خلينا نقول من جهة البلاد، فاني راح اسحب الصوديوم وابقي شنو؟ ابقي واطرح البوتاسيوم. زين، pump transport sodium from the interior cell across creating فأني من آخذ الصوديوم راح يصير عندي شنو؟ low intercellular sodium concentration. هسا تقولون يا سيل، السيل اللي موجودة بال باعوا هذا الفيديو السابق القصير من رسمت به خطين، خط من جهة اللومن، خط من جهة البيزولاترال ممبرين. هنا السيل قلنا أخذنا منها صوديوم، صار عندي low intercellular sodium. قلنا دائما لازم يكون عندي كمية صوديوم بهاي الخلايا قليلة حتى ينتقل عن طريق الضغط الأزموزي وبسهولة همت عن طريق هاي الميكانيزم اللي هي البامب، أوكي. And negative intercellular electrical potential، طبعا من ينسحب عندي الصوديوم اللي هو شحنته موجبة راح يصير عندي الانترسيلولار شوية أكثر نيجاتيف، أوكي. زين، هسا أول ميكانيزم منو كانت عندي هي صوديوم بوتاسيوم ATPase pump. بعد دي يكمل يتبعها low intercellular sodium concentration and negative electrical potential cause sodium ion to diffuse from tubular lumen إلى cell through the brush border through sodium potassium to chlor co-transporter that transport sodium و potassium وجزئتين من الكلور من اللومن إلى cell. هسا أني صارت عندي هاي الميكانيزم مع sodium potassium ATPase pump، أوكي. سحبنا صوديوم ونطينا بوتاسيوم، وقلنا هم بنفس الوقت من سحبنا الصوديوم صارت عندي كمية صوديوم كلش قليلة بالسيل مالت هاي الجهة اللي هي هذا الخط، يعني مالت البيزولاترال أو اللوم، الخط مالت اللومن. بس بداخل اللومن أكيد أنا راح يكون عندي أكو صوديوم، بالتالي راح يكون بسهولة نقلها بالضغط الأزموزي بالميكانيزم الأكتف همات. هسا هاي الميكانيزم اللي هو يسموها النقل الثلاثي. طبعا النقل الثلاثي راح ننقل به جزيئة صوديوم، جزيئة بوتاسيوم، وجزيئتين من الكلور كو ترانسبورتر. يعني شنو كو ترانسبورتر؟ يعني كلهم بنفس الاتجاه، يعني ما اخذ شيء واحطه بداله شيء ثاني، اوكي. طبعا هاي منين اخذها؟ اخذها من اللومن الى السيل، وهمات نفس الشيء وراها من السيل راح انقل للبقيه. زين، اني بهيجي حاله بالميكانيزم الاولى اللي هي هاي اوكي اللي هي هاي اللي اخذناها دقيقه اللي هي هاي الصوديوم بوتاسيوم ترانسبورتر. قلت اخذت صوديوم وطرحت بمكانه بوتاسيوم، هاي اوكي اللي قلناها هسه. العفو، زين وراها قلت يعني المهم طرحت باللومن، شنو حطيت اني؟ حطيت صوديوم، او خلينا نقول بهذا الخط اللي موجود ما بين البيزولاترال ممبرين وموجود ما بين الجهه مالت اللومن. قلنا هسه طرحت بوتاسيوم بيها، وبنفس الوقت من جبت اني النقل الثلاثي اخذت صوديوم واخذت بوتاسيوم واخذت 2 كلور. يعني شنو؟ يعني هم بوتاسيوم، يعني بهذا المكان صار عندي بلك من البوتاسيوم وين؟ موجوده داخل هاي السيل، اوكي. هسه نشوف ايش راح نسوي بيه.
This result in back leak بالبوتاسيوم out of the cell into lumen. بالتالي أنا سحب أني هسا طرحت من جهة البيزولاترال ممبرين بوتاسيوم وبنفس الوقت سحبت من اللومن همات بوتاسيوم. بهيجي حالة صار عندي بلك بالبوتاسيوم بداخل السيل، فبسهولة راح يصير عندي ليك مثل الزرف يعني حتى يطلع عندي هذا البوتاسيوم وين يروح لللومن. أوكي، وممكن همات يرجع للانترستيشال فلويد عن طريق الصوديوم كلور كون ترانسبورت، هاي همات ميكانيزم ثانية حسب التركيز. مثلا إذا التركيز باللومن أقل راح ينتقل لللومن، إذا التركيز بالبيزولاترال أقل يروح للبيزولاترال وهكذا، المهم أخفف منه. زين، this back leak create electrical driving force in the tubular fluid which enhances the reabsorption of action magnesium and calcium عن طريق paracellular pathway. هذا الليك راح يسوي لي الكتريكال بالتيوبولار فلويد enhances the reabsorption الكاتايون اللي هي المغنيسيوم والكالسيوم عن طريق paracellular pathway. من يصير هاي الميكانيزم من اول ما بدا يعبر عندي البوتاسيوم ويروح للمكان الاقل، هاي مباشره راح تحفز عندي الباراسيلولار pathway. طبعا هاي باسيف يعني مجرد جزيئات مغنيسيوم وكالسيوم راح تعبر عندي ما بين الخلايا. زين، بعد شنو هنا ندى يقول بأنه صوديوم بوتاسيوم 2 كلور كون ترانسبورتر can be inhibited by drug نسميه اللوب دايوريتكس such as هاي الأسماء مالتها مو مطلوبة، بس المهم هاي العملية الميكانيزم احنا ليش هسه ندرس هاي الميكانيزم حتى نعرف بالمستقبل انه الأدوية من راح تشتغل المن راح تثبط. فمن دا يقول لوب دايوريتكس، دايوريتكس هاي الأدوية المدررة، يعني أريد أطرح سوائل أكثر من الجسم. أنا من أريد أطرح سوائل أكثر من الجسم لازم تكون أكو آيونات دا تطلع حتى يعني يتبعها مي. أوكي، فمن أني استهدفت هذا المكان اللي هو صوديوم بوتاسيوم 2 كلور، يعني ما سحبته من اللومن إلى البيزولاترال ممبرين حتى أرجع للبلاد، يعني بقى داخل اللومن، يعني راح يطلع شنو من خلال اليورين. أوكي، هذا شنو راح يتبع؟ راح يتبع مي، بالتالي راح أتخلص من كمية كبيرة من السوائل اللي موجودة بجسمي. هاي جماعة أتوقع جماعة الضغط وهيك شيء يعني عندهم زيادة بالسوائل راح يستخدموها. زين، this thick ascending segment ascend all the pathway all the way back to the semiglomerulus from which the tubule originated and passes tightly through the angle between the afferent and efferent arteriole. تقريبا the thick ascending segment هو هيجي من تتخيلوا بالرسم وهو صاعد تقريبا مثل اللي راح يرجع نفس الجلوميرولس مات نفس النفرون، تقريبا يصير ما بين الاسندنج ما بين الافرنت والافرنت ارتريول. السيلز مات هذا البورشن من الثيك سيجمنت من الاسندنج لمب من اللوب اوف هندلي كومبليت اتاتشمنت للابيثيليال سيل مات الافرنت والافرنت. هسه انا مو قلت اكو جزء من الثيك اسندنج لوب اوف هندلي راح يصير ما بين الافرنت والافرنت ارتريول، فالسيل مالت هذا الجزء اللي راح يكون يعني كلش ادهيرنت بالنسبه للافرنت والافرنت ارتريول راح نسميها ماكيولا دنسا. هاي الماكيولا دنسا راح تشكل لي مثل الجزء من الجي جي سيل، هاي مثل راح تشتغل شلون مثل الحساسات مالت النفرون، تتحسس عندي الضغط، تتحسس عندي الدم، هي باع وما دام قاعده ما بين الافرنت والافرنت ارتريول، واني من هنا راح يجيني الدم، يعني من هنا المقياس مال كميه الدم اللي موجود عندي بالجسم اذا ضغطه عالي ضغطه ناصي، فهاي الماكيولا دنسا راح تشتغل حساس لها. فويها همات شنو عندي specialized smooth muscle cell of afferent arteriole that come in contact with the macula densa نسميها JG cell juxtaglomerular cell which contain renin granule. هاي يعني الماكيولا دنسا يعني مو قلت حساس، هاي الحساس راح يطلع لي مثل شلون نقول مثل المنبه مثل المرسال تدزها للجي جي سيل حتى تطلع الرينين، وراها الرينين راح يبدي لي بسلسلة الرينين انجيوتنسين الطويلة اللي بعدين راح نشوفها. ماكيولا دنسا والجي جي اثنيناتهم سوية راح وياها همات شوية جرانيوليتد سيل ما بيناتهم كليتهم راح يسموه جي جي كومبلكس او جي جي ابيرتشر اللي اخذناه بالهستو which has dense adrenergic neural innervation. طبعا هنا التغذية العصبية مالته اللي هي راح تكون sympathetic او العفو adrenergic neural innervation كلش قوية هنا، لانه لذلك احنا دائما ما نقول sympathetic وparasympathetic يتحكم عندي بالضغط الدم. ف
احنا قلنا هذا الجهاز ككل هو يشتغل حساس بالنسبة للبلد الموجود بالجسم، بالنسبة للبرشر وغيرها، فلذلك يكون مزود بهواية ادرينرجيك نيورال انرفيشن. حوالي 27% من الفلتر لود من الصوديوم البوتاسيوم والكلور اند اذر ايون مثل الكالسيوم البايكارب والمغنيسيوم ري ابزورب باللوب اوف هنلي، خاصة بمن بالثيك اسيندنج لم، هذا اهم جزء. انقيت هاي تقريبا 65% من هالري ابزوربشن راح يصير بالبروكسيمال تيوبيول، 27% منهم وين راح يصير عندي بالثيك اسيندنج لوب اوف هنلي، ركزوا عليها. Because the thick segment of the ascending limb من اللوب اوف هنلي is impermeable للwater, most of water delivered to this segment remain in this tubule، يعني يبقى ما راح يصير له reabsorption. Despite the reabsorption of large amounts من solute، على العكس يعني راح اخذ ملح هواية ما راح اخذ مي. Thus the tubular fluid in the ascending limb because very dilute as follow toward the distal tubule. اوكي راح يكون dilution. ماشي؟ هاي بالنسبة للوب اوف هنلي بهواية حكي يعني، بس هو كلش مهم صراحة. زين كملنا هسه منو؟ كملنا هسه اللوب اوف هنلي. نبدي بمن؟ بالجزء اللي وراء اللي هو الديستال كونفوليوتد تيوبيول، طبعا هذا موجود بالرينال كورتكس. The early or proximal part من الديستال تيوبيول راح يكون تقريبا يشبه بالضبط الثيك اسيندنج لوب اوف هنلي، يعني هو كونتينيويشن له، فبالتركيب وحتى ممكن حتى ببعض وظائفه يشبهه. الديستال تيوبيول ممكن يسموها مات ديليوتينج سيجمنت، يعني ما دام قلت يشبه الثيك اسيندنج لوب اوف هنلي معناها شنو؟ معناها ديليوتينج سيجمنت يعني امبيرميبل للووتر، يعني يسحب بس ايون. هاز اولموست ذا سيم كاركترستيك از ذا ثيك سيجمنت الاسيندنج لوب اوف هنلي، ري ابزورب صوديوم ايون اند اذر ايون، بس بالغالب امبيرميبل للووتر ولليوريا. زين الثيازايد دايوريتكس بلوك المن همات راح يسد لي الصوديوم كلور كون ترانسبورتر بالديستال تيوبيول، عندي خاصية بالديستال تيوبيول اللي هي صوديوم كلور كون ترانسبورت نقل ثنائي من العلاج من ضمن يعني الدايوريتكس ضمن المدررات الثيازايد راح يستهدف هذا المكان اللي هو صوديوم كلور. Unlike loop diuretics على العكس من loop diuretics which cause urinary loss of calcium by inhibiting calcium reabsorption with thick ascending loop of Henle, thiazide يقلل من urinary calcium loss by increasing calcium reabsorption in the distal tubule. هسه هنا ايش يقول؟ يقول اوكي قلنا thiazide راح يستهدف الصوديوم كلور كون ترانسبورتر بالديستال تيوبيول. ده يقول على العكس من اللوب دايوريتكس اللي تسوي لي لوس which cause urinary loss بالكالسيوم عن طريق inhibition للكالسيوم reabsorption، يعني المدررات اللي متخصصة باللوب اوف هنلي راح تسبب لوس للكالسيوم، شون انه تثبط reabsorption مات الكالسيوم بالثيك ascending، في حين الثيازايد راح يقلل ريديوس من اليورينري كالسيوم لوس باي يعني عكسه، انهم خلينا نقول الفرق بيناتهم انه الثيازايد راح يقلل من فقدان الكالسيوم عن طريق انهم مبقي الري ابزوربشن الموجود بالديستال تيوبيول، بس عندي اللوب دايوريتكس لا راح يزيد من اللوس مات الكالسيوم. اوكي in the late distal tubule and collecting duct، هسه شوي اتوقع راح يدمجوها سويه، لا مو سويه. Then, in the late distal tubule will collecting duct, there are two main cell types in this region. اللي هي principal cell بالintercalated cell. Okay, مشتركة بيناتهم بالdistal tubule وعندي همات بالcollecting duct. أكو راح يكون عندي نوعيتين من السيل. عندي principal، عندي intercalated cell. البرينسيبل cell. البرينسيبل cell راح تكون respond المن للالدوستيرون. اوكي بقى حفظوها برينسيبل بالال بالالمن للالدوستيرون والاي دي اتش اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون. ذا برينسيبل سيل ار اولموست ابوندانت سيل اللي هي برينسيبل يعني تحسيها هيش مثل الرئيسيه، فهي الموست ابوندانت اند اسوشيتد ويامن راح تكون مرتبطه بالصوديوم كلور، يعني العفو مو صوديوم كلور، كلوريد الصوديوم ري ابزوربشن والبوتاسيوم اكسكريشن. ماشي يعني هو هاي وظيفة الألدوستيرون تقريبا انه يزيد الصوديوم ريابزوربشن ويطرح البوتاسيوم، فهي هاي شغلة البرينسيبل سيل. الاكتيفيتي اوف ذس ميكانيزم ريجوليتد باي ادرينال كورتيكال هرمون اللي هو الألدوستيرون، الألدوستيرون اللي يطلع لي من السوبرارينال جلاند وذولي.
It works through nuclear receptor to induce the formation of one or more protein. أخذناها بالكيمياء هاي الهرمونات اللي راح خلينا نقول تشتغل على داخل النيوكلياس. هي تكون ذايبة بالدهن فتشتغل يعني تخترق وتوصل للنيوكلياس وتغير من البروتينات مالتها. By increasing the number مالت من الممبرين مالت الصوديوم والبوتاسيوم channel to increase الصوديوم and potassium flux at the apical أو يسموها الأبيكال سيل أو اللومينال سيل ممبرين and increase the activity مالت الصوديوم بوتاسيوم ATPase pump اللي موجودة بالبيزل سايد من السيل ممبرين depicted in the figure 8. اوكي زين هسه هنا شنو دا يقول بانه هذا الالدوستيرون اللي هو الالدوستيرون العفو قلنا احنا هسه البرنسبل سيل راح يشتغل عليها الالدوستيرون وقلنا بانه هذا البرنسبل سيل هي شغلاتها صوديوم وبوتاسيوم اكسشينجر يعني خلينا نقول والالدوستيرون راح يستهدفها فهذا الالدوستيرون ما دام وصل للنيوكلياس وغير بالبروتينات مالتها ايش سوى من غير بالبروتينات مالتها زيد الصوديوم والبوتاسيوم شانل اللي موجودة من جهة الأبيكس وبنفس الوقت زيد الصوديوم بوتاسيوم ATPase يعني خلونا نقول على الأبيكس مثل الباسيف وعلى البيزل سايد راح تكون عندي مثل الأكتف أوكي زين هسا شون دي يقول مثل الفيجر هسا راح يصير التالي The increase of the expression of basolateral sodium potassium ATPase generates low intercellular sodium concentration, high intercellular potassium concentration. هاي دائما قلناها. أنا بالكدني بشكل عام راح يكون عندي الصوديوم بوتاسيوم ATPase pump موجودة جهة البيزولاترال ممبرين تسحب صوديوم تطرح بوتاسيوم معناها راح يصير عندي نسبة صوديوم قليلة بداخل السيل نسبة بوتاسيوم عالية بداخل السيل. أوكي؟ زين. The low intercellular sodium concentration favor sodium reabsorption من صار عندي كمية صوديوم قليلة راح أفضل reabsorption أكيد passively عن طريق الأبيكال صوديوم يعني شوفي شون احنا سو أول مرة يعني احتاجينا طاقة من جهة البيزولاترال ممبرين طرحت سحبت صوديوم طرحت بوتاسيوم من قللت نسبة الصوديوم بداخل السيل وراها راح أسحبها بسهولة بدون لا أحتاج طاقة يعني passively من الأبيكس عن طريق الشانلات اللي موجودة اوكي بالاختلاف بالتراكيز الانفلكس مالت الصوديوم from tubular fluid الى الانتر او الانتراسيلولار fluid create luminal electronegativity هذا دخول الصوديوم الى يعني الى السيل الانترسيلولار fluid راح يصير الكترونيجاتيفيتي create يعني من اجى الصوديوم من اللومن الى داخل السيل خلى اللومن نيجاتيف ليش لانه سحبنا منها الشحنه الموجبه زين Luminal electronegativity enhance the potassium excretion passively عن طريق حمات the principal cell يعني أني باعوا أقصد من سحبت صوديوم وطرحت بوتاسيوم بالنسبة للسيل أوكي بس هالحكي كله بالسيل بعدها اللومن فارغة واني صار عندي بها الكتريكال نيجاتيف همات عن طريق الاختلاف بالتراكيز راح اطرح البوتاسيوم بها حتى يعادل الشحنة اللي موجودة بداخلها صار عندي نيجاتيف نطيتها بوتاسيوم حتى يعادل شوية اوكي عن طريق البرنسبل سيل عن طريق الابيكال شانل همات يعني خلي نقول اول ما راح تاجينا طاقة بالنسبة للصوديوم والبوتاسيوم وراها باختلاف التراكيز راح يشتغل عملية الباسيف اوكي The magnitude of this passive secretion is determined by chemical and electrical driving forces on potassium across luminal membrane. Maneuver that increases intracellular potassium concentration or decreases luminal potassium concentration or increases intraluminal negative will increase the potassium secretion by increasing electrochemical driving force. هسه هنا ايش دا يقول؟ دي يقول الماجنتيود مالت هاي الباسيف سكريشن راح يصير يعني تحدده كيميكال والكتريكال فورس بالنسبه للبوتاسيوم عن طريق اللومينال ممبرين المانيوفرز خلينا نقول مثل العمليات اللي تزيد الانتراسيلولار بوتاسيوم يعني كميه البوتاسيوم داخل السيل او تقلل من البوتاسيوم داخل اللومن نفس المعنى اذا زادت بالسيل قليله باللومن او يزيد عندي الانترالومينال نيجاتيف همات نفس المعنى من ماكو عندي بوتاسيوم باللومن معناها نيجاتيف تشارج هاي كليتها راح تزيد عندي الالكتروكيميكال درايفنج فورس اوكي العكس صحيح اللي تقلل الانتراسيلولار كونسنتريشن
مثلا عندي يعني الدايت مالتهم بالبوتاسيوم قليل او يزيد عندي اللومينال بوتاسيوم كونسنتريشن او يقلل الانترالومينال نيجاتيفلي ويل ديكريز البوتاسيوم سيكريشن باي ديكريزنج الالكتروكيميكال درايفنج فورس. Then the body cannot get rid of excess potassium in the absence of aldosterone. الجسم مستحيل راح يطرح الفائض من البوتاسيوم إذا ما عندي الدوستيرون. الالدوستيرون كلش مهم. Stimulated secretion of potassium into cortical collecting duct. Okay. احنا نعرف انه الالدوستيرون يشتغل على البرنسبل سيل، برنسبل سيل راح تاخذ صوديوم تعطي بوتاسيوم. انا كلش يهمني انه اتخلص من البوتاسيوم. Indeed, when both adrenal gland are removed من الإكسترا أو الإكسبرمنتال أنيمال راح يصير عندهم hyperkalemia, high blood potassium. That result can produce fatal cardiac arrhythmia. الناس اللي يعني من سووا تجارب على بعض الأنيمال واستأصلوا الأدرينال جلاند اللي هي الغدة الكظرية اللي هي تطلع لي أساساً الدوستيرون، معناها ما راح أقدر أتخلص من البوتاسيوم. ذولي راح يصير عندهم هايبركاليميا بداخل جسمهم، اوكي، ومن عندي بوتاسيوم هوايه راح يسوي كاردياك اريثيميا، القلب راح يرتعش، ما راح يشتغل صح مباشره، يعني مو مباشره بس حاله كلش فيتال كلش خطره. Abnormal low plasma potassium concentration hypokalemia as might result بالعكس اللي تجيني من الاكسس الدوستيرون سكريشن او ممكن من الدايوريتيك دراج. هسا أنا ما أريد لا هايبركاليميا ولا هايبوكاليميا. الهايبركاليميا راح تأذي لي القلب. من يصير عندي هايبوكاليميا نتيجة الزيادة بالألدوستيرون أو ممكن من استخدام الزيادة بالدايوريتيك دراج، من أستخدم هواي دايوريتيك دراج راح يسبب لي هايبوكاليميا، ممكن همات نفس الشيء يسوي لي أريثيميا. بالحالتين راح يأثر على العضلة مات القلب، لأن نعرف إحنا البوتاسيوم الكالسيوم الصوديوم هاي الثلاث عناصر هي اللي تسوي لي الأكشن بوتاسيوم مات الهارت مصل. زين هسه شوية راح يحكي عن منو عن الدايوريتكس. الدايوريتكس ايش راح تسوي لي؟ that increase the flow rate through distal tubule راح تزيد معدل سرعة التدفق مالت الفلويد الموجود عندي بالديستال تيوبيول. cause dilution بالluminal potassium concentration. consequently diuretics increase the driving force for potassium secretion. يعني اثناء ما دا يمشي، يعني انا قلت انه الدايوريتكس راح تزيد لي من سرعه تدفق الفلويد اللي موجود عندي داخل التيوبيول. خلينا نقول مثل يعني كميه البوتاسيوم بي قليله، يعني لسه ما ملحقه تصير العمليات بيها، فمن استخدم هاي الدايوريتكس راح تزيد قوه السكري، يعني شلون راح نزيد بها سكريشن. also as a result of increased potassium secretion diuretics ممكن يسوي هايبوكاليميا. بس دقيقة هسه دا يقول الدايوريتكس الزايد الفلوريت مالت عن طريق الدستال تيوبيول كوز ديليوشن باللومينال بوتاسيوم كونسنتريشن. consequently بالنتيجة راح تزيد عندي الدرايفنج فورس مالت من مالت البوتاسيوم سكريشن، فتزيد عندي البوتاسيوم سكريشن بالتالي تسوي لي هايبوكاليميا. صراحة ما أعرف يعني ما فاهمة هاي النقطة، بس تخلص يعني بس اخلص اشوفها وانزل فيديو قصير عنها. زين اللومينال انايون مثل such as axis anion مثل عندي البايكارب باللومين راح تسبب زياده بالبوتاسيوم سكريشن عن طريق شنو؟ عن طريق by increasing the negativity of the lumen which favor البوتاسيوم سكريشن. luminal anion يعني شحنات موجبة زايدة access anion in the lumen راح تزيد عندي potassium secretion increasing the negativity of the lumen. هاي همات ما بعدين اشوفها. then the principal cell in addition the principal cell permeability to water is governed hypothalamic hormone by عن طريق hypothalamic hormone اللي هي الانتيديوريتيك هرمون. أنا قلت the principal cell راح يعني يأثر عليها الالدوستيرون والADH. الالدوستيرون كملنا وحكينا عنه هواية والميكانيزم مالته. هسا عندي منو؟ عندي الADH الانتيديوريتيك هرمون. Otherwise, it is impermeable to water, but يعني باعوا الdistal convoluted tubule والcollecting duct هي بشكل عام تكون impermeable للwater، ما تنفذ للماء نهائيا. يعني شنو؟ يعني ما تسوي reabsorption بالنسبة للwater.
اوكي، بس من راح يشتغل عليها الانتي دايوريتك هرمون راح تصير نفاذة للمي، حتى شنو؟ حتى تسحب المي، ومثل شلون مثل يمنع اليورينيشن. بالوقت الحالي احنا الكل يعني الاغلب اليوم دين فرز عندنا الاي دي اتش، الاي دي اتش راح يخلي عندي الديستال تيوبيول او الكولكتنج داكت، راح يكون عندي السيل مالتها بيرميبل بالنسبه للووتر، بالتالي تسوي ريابزوربشن للووتر وتمنع عندي اليورينيشن. زين، هاي بالنسبه للبرنسبل سيل اللي هي اللي تكون اكثر شيء موجوده، وحكينا عن الشغل مالتها والهرمونات اللي تاثر عليها. بالنسبه للانتركليتد سيل، الانتركليتد سيل كم انتو ديفرنت فارييتيز، الفا انتركليتد سيل ويتش سكريت اسيد، بيتا انتركليتد سيل سكريت بيس. يعني الانتركليتد سيل عندي بها نوعيتين، عندي الفا عندي بيتا. الالفا من حرف اي راح تسوي سكريشن المن للاسيد، من البيتا حرف بي اللي هي تسوي سكريت المن للبيس. انتركليتد سيل انفولف بوث اسيد بيس بالانس، اوكي هاي نخليها ببالنا انتركليتد اسيد بيس بالانس، هاي تشتغل عليها. اوكي، ان ذا ديستال تيوبيول اند كولكتنج داكت ذير از نو صوديوم هيدروجين اكسشينجر. بالنسبه للديستال تيوبيول وبالنسبه للكولكتنج داكت ما راح يكون عندي خاصيه الصوديوم هيدروجين اكسشينجر اللي موجوده عندي، وين اللي موجوده عندي بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. اند هيدروجين سكريشن از ريليتيفلي اندبندنت ان صوديوم، يعني ما يعتمد على الصوديوم in the tubular lumen. اوكي، يعني هنا الهيدروجين من يصير له سكريشن ما يعتمد على الصوديوم، بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول اسحب صوديوم اطرحه بمكانه هيدروجين، بس عندي هنا بهذا المكان لا، السكريشن مالته ما راح يعتمد عندي على الصوديوم. In this part of the tubule must hydrogen is secreted عن طريق ATP، يعني احتاج طاقة يلا اسوي سكريشن بالنسبة للهيدروجين. اوكي، aldosterone act on this pump to increase distal hydrogen secretion. الالدوستيرون ممكن راح يشتغل همات يشغل لي هذا الهيدروجين سكريشن بهذا المكان. يعني الالدوستيرون اشتغل عندي على البرنسبل سيل لما سوالي الصوديوم بوتاسيوم ATPase pump، واشتغل عندي همات على الهيدروجين سكريشن الموجود عندي وين بالديستال convoluted تيوبيول. زين، طبعا هذا الحكي كله عن البروكسيمال بارت بالنسبه للديستال كونفوليوتد تيوبيول اللي قلنا عليه يشبه منه، اللي قلنا عليه يشبه عندي الثيك اسيندنج لوب اوف هنلي. هسه بالنسبه للديستال بارت من الديستال كونفوليوتد تيوبيول او الليت بارت من الديستال كونفوليوتد تيوبيول، هذا راح يكون امبيرميبل بالنسبه لليوريا. هسه اني كان عندي الثين اسيندنج لوب اوف هنلي، ذاك كان ينفذ بالنسبه لليوريا، هذا يكون امبيرميبل لليوريا، سو ذات يوريا داز نوت جيت ريابزورب. هنا انا راح يصير عندي طرح بالنسبه لليوريا. This segment ensure that all urea that reach its remain in the tubular fluid. اي يوريا وصلت لهذا الجزء، يعني الجزء الاخير من الديستال كونفوليوتد تيوبيول، معناها اليوريا راح تنطرح، مستحيل يصير لها ريابزوربشن. اوكي، زين، but the fate of other substance notably water, sodium, potassium, hydrogen, ion determined by the homeostatic requirement، يعني حسب الحاجة مات الجسم راح تكون. هاي بالنسبة للdistal convoluted tubule. أما عندي ال collecting tubule and collecting duct حوالي يعني هي اسمها collecting tubule، تتجمع تسوي لي collecting duct. كل ثمانية distal tubule coalesces to form collecting tubule، او العفو distal convoluted tubule تتجمع تسوي لي collecting tubule، والcollecting tubule هما تتجمع تسوي لي collecting duct. اوكي، away from the cortex and passes downward into the medulla where it's become collecting duct. من اصير collecting duct يعني طبنا المدلة ما ترينال. اوكي، this is functionally and شلون يقولوها، this is functionally identical to the هذا راح يكون يشبه عندي من الليت ديستال تيوبيول. يعني خلينا نقول اني شنو قلت، اني قلت بانه الديستال كونفوليوتد تيوبيول حتتجمع وتسوي لي كولكتنج تيوبيول. معناها الكولكتنج تيوبيول شنو؟ معناها الكولكتنج تيوبيول هي نفسها الجزء الاولي الديستال، عفوا الجزء الاخير من الديستال كونفوليوتد تيوبيول هو نفسه الجزء البدائي من الكولكتنج تيوبيول. طولتها. زين،
This is functionally identical إلى. Then the cortical collecting duct has two distinct cell types. راح يكون عندي همات بي نوعين من السيلز. همات راح يكون عندي بي principal cell اللي هي most abundant cell and are associated ويا من راح ترتبط عندي ويا الصوديوم يعني الكلوريد الصوديوم والwater reabsorption. في حين الانتركليتد سيل راح تكون مربوطة ويا من ويا الأسيد بيس. يعني البرينسيبل هي حتى هناك يعني بالديستال تيوبيول راح البرينسيبل تشتغل عندي على الكلوريد الصوديوم والووتر، والانتركليتد تشتغل عندي على الأسيد بيس بالانس. أوكي. The medullary collecting duct is the last portion من النفرون. من وصلت آني المدولاري collecting duct هذا خلاص آخر جزء عندي من النفرون. هذا من وصلت لهذا المكان يعني وراها هي راح يطلع عندي اليورين، يعني راح يروح عندي وراها لليوريتر وغيرها. اوكي. It retain two of the important characteristics of cortical collecting duct. Water permeability sensitive بالنسبة لل ADH. نفس الفقرة اللي قبلها بالدستل قلنا هي بالعادة تكون impermeable، بس sensitive لل ADH الانتيديوريتك هرمون طبعا هي البرنسبل سيل، راح تخليه يكون permeable بالنسبة للواتر. فممكن إذا أريد أسوي concentration أخير يعني خلينا نقول عملية أخيرة على اليورين هي هنا أنا راح تشتغل. And capacity to secrete hydrogen ion هما تفرز لي ion الهيدروجين إذا صارت إذا طلبت يعني. It is the final site for urine processing. آخر عملية نسويها على اليورين هي بهذا المكان اللي هو المدولاري collecting duct. And reabsorb less than 10% من الفلتر water and sodium. طبعا هاي بتأثير الانتيديوريتك هرمون. It plays extremely important role determining the final urine output and water. So okay. Its permeability to water is under control ADH. مثلها مثل cortical collecting duct ما نختلف عليها. It is permeable بالنسبة لليوريا to urea unlike the cortical collecting duct. يعني باعي باعوا همات مرة ثانية. Permeability بالنسبة للwater اوكي هي راح تكون permeable حسب الـ ADH مثل الـ distal مثل cortical collecting duct، بس باليوريا راح تكون هنا permeable. يعني الـ cortical collecting duct كانت عندي impermeable لليوريا، هذا المكان permeable which increase the presence in the presence of the ADH. حمات بتأثير الـ ADH يعني مو كلش فرق. It is capable to secrete the hydrogen حسب قلنا حسب النسيسري حسب الحاجة. زين بالملخص بالنهاية in summary the three important role that the collecting tubule system play the formation urine as follow. Final concentration of sodium and water in the urine. Collecting tubule system is the site where mineral corticoid اللي هو نفس الالدوستيرون important role بالurine formation. Collecting tubule system is the most important site بالنسبة للبوتاسيوم secretion الموجود عندي بالكدني. ملخص هاي كلها. البلاد فازل صراحة هي بوقتها تركتها بس أبدي بها بالمحاضرة الجاية حتى لا أطول عليكم المحاضرة. أتمنى تكونوا استفادتوا. Thank you.